للمزيد من المتابعة والتفاصيل عبر الهاتف ينضم إلينا الدكتور محمد أنور ترك، منسق عام حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية. أهلا بك يا دكتور. أهلا بك يا فندم، وأهلا بالسادة المشاهدين. إذن بناء على توصيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتنفيذ هذه التوصيات ربما جاءت من قبل حياة كريمة أو هذه المبادرة التنموية الكبرى والتي بدأت بالفعل عملها في المحافظات فيما يتعلق بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، هذا بجانب طبعا عملها الكبير الذي تقوم به. دعني أبدأ معك ربما بآخر ما تم تنفيذه، نتحدث عن علاوة 300 جنيه، أيضا 16,000 أسرة شملتهم عملية توسيع مظلة الحماية الاجتماعية من قبل حياة كريمة يا دكتور. يعني خلينا نقول أن المحور التدخلات الاجتماعية وإجراءات الحماية الاجتماعية اللي بتقدمها مؤسسة حياة كريمة لكل أهلنا في جمهورية مصر العربية وبالتحديد قرى حياة كريمة أو أهلنا من قرى الريف المصري، ده من ضمن محاور المبادرة الرئاسية حياة كريمة، محور التدخلات الاجتماعية وإجراءات الحماية الاجتماعية. لكن المؤسسة انتهجت نهج من أول المبادرة بعمليات وصل الخير 1 و2 ومؤخرا عملية وصل الخير 3، بتوزع فيها أكثر من 500,000 صندوق مواد غذائية على كل أهلنا في كل قرى الريف المصري. بيالي بيغطي الأمر دوت أو بيعاقب الأمر دوت معاش حياة كريمة اللي بتقدمه، اللي بيتقدم من خلال مؤسسة حياة كريمة من خلال شبكة المتطوعين اللي تم نسجها على مستوى الجمهورية من ولاد القرى ولاد المراكز الفاعلين اللي عارفين أهلهم والمستحقين للمعاش دوت. بننتهج أيضا نهج آخر انتهجناه مع بداية العام الدراسي الجديد وتسديد المصروفات الدراسية لولادنا الطلاب الغير مستحقين من ولاد قرى حياة كريمة ومن ولاد المحافظات بشكل عام. نفس الأمر عن طريق تقديم الشنطة المدرسية وبمستلزماتها الدراسية للطلاب الغير قادرين أو المستحقين للأمر دوت، في صورة إن إحنا بنقول لهم إحنا موجودين معاكم ومؤسسة حياة كريمة بتتواجد من 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 التابع والعزبة والنجع وتتدرج للقرية والمركز والمدينة والمحافظة بالكامل. فالمحور ده كل هذه الجهود تأتي ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي والخيري، بنتكاتف وبنتكامل مع بعضنا كمؤسسات مجتمع مدني للوصول لأفضل استفادة ممكنة لكل أهلنا وكل الفئات أو القطاعات المستهدفة لتستحق دعم الدولة. نعم، والحقيقة هذه نقطة مهمة للغاية دكتور محمد، يعني عندما نتحدث عن حياة كريمة فنحن نتحدث عن كل الجوانب التي تشمل جودة حياة للمواطن المصري أو تقديم حياة كريمة تليق بالمواطن. الموضوع ليس متعلق فقط ببنى تحتية ومرافق وما شابه، ولكن نتحدث أيضا عن قوافل صحية مجانية، عن توزيع صناديق غذائية، عن ما يتعلق بالمعاشات كما تفضلت بالذكر. والحقيقة دي نقطة في غاية الأهمية يا دكتور. خلينا نقول لحضرتك بإطلالة سريعة، يمكن مؤسسة حياة كريمة تدخلت مع كافة المحاور اللي بتلمس الإنسان المصري عن طريق المشروعات البنية التحتية والبنية الأساسية وتقديم الخدمات اللي بيحتاجها أهلنا في كل القرى على مستوى الخدمات اللي بنقدمها من خلال الموديل الجديد اللي بتقدمه حياة كريمة، مجمعات الخدمات الحكومية اللي هتقدم 7 خدمات لكل أهلنا في القرى كانوا بيتعبوا علشان يوصلوا للمدينة عشان يتلقى كل خدمة من مكان مختلف. احنا بنقدم لهم 7 خدمات من خدمات البريد والتموين والأحوال المدنية والشهر العقاري والمركز التنفيذي للقرية والمجلس الشعبي للقرية أو الوحدة المحلية بالشكل المتعارف عليه، بنقدمها لهم من خلال النموذج الجديد مجمعات الخدمات الحكومية اللي منتشرين على مستوى 195 مركز أو 4568 قرية، بيتغطوا بالمجمعات الخدمات الحكومية اللي كل مجمع بيقدم 7 خدمات اللي ذكرتها لحضرتك. نفس على جانب آخر بنعتمد على محاور البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وطرق واتصالات وغاز طبيعي، دي محاور بنية تحتية. جانب آخر بتقدر تغطيه المبادرة الرئاسية حياة كريمة خلال مراكز الشباب والرعاية الصحية أو مراكز طب الأسرة اللي تتدخل معانا فيها هيئة الرعاية الصحية. جانب آخر المبادرة القومية لتبطين الترع وتغطية المصارف
الجانب اللي احنا برضو بنسعى ليه كمؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في إطار التحالف الوطني، جانب القوافل الطبية مش للكرة يا فندم، للتوابع البسيطة اللي متناثرة على أطراف القرى، بنحاول نوصل لهم بأكبر قدر ممكن صحيح. من القوافل بالتعاون مع مديريات الصحة على مستوى الجمهورية ومع الجمعيات مع الجامعات الإقليمية اللي موجودة اللي بتغطي كافة محافظات الجمهورية. ده الجانب ده احنا كده بنركز على محور الاجتماعي او محور اجراءات الحماية الاجتماعية اللي بنحاول نوصل بيها لاقل تابع موجودة على مستوى قرى حياة كريمة وقرى جمهورية مصر العربية. انا طبعا بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا على كل ما تتفضل به وتفضلت به من متابعة وتفاصيل، الدكتور محمد انور ترك منسق عام حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية، شكرا جزيلا لحضرتك يا دكتور.